استاذه حنان نصر رئيسه مهرجان ملك الجمال مصر للعرب، منورانا فوشيا وبرحب بيك. اهلا بيكم. اهلا بيكم، اهلا بفوشيا، دايما معانا في كل حاجه. النهارده بقى اختيار ملك الجمال مصر للعرب، حضرتك شايفه ايه المواصفات اللي المفروض تكون موجوده في البنت اللي هتتاهل؟ تكون مصريه قوي، يعني مصريه في كل حاجه. يعني هي كل بنت طبعا بتعبر عن بلدها في المسابقه دي مسابقه ملكه جمال العرب، بتضم 22 دوله عربيه، فكل بنت بتبريزنت يعني لبلدها، يعني بتقدم بلدها في شكلها، في ثقافتها، في عاداتها وتقاليدها، في طموحها، في الافكار اللي هي بتفكر فيها لبلدها، لان هي كمان بتفكر هتعمل ايه لبلدها وهتقدم ايه لبلدها. ده من ضمن الحاجات اللي بتكون موجوده في البنت، فكل ده هي هيكون كل ده مصر، يعني هيكون تكون موجوده فيها كل الصفات دي. ايه الحاجات اللي حرصتوا عليها السنه دي مختلفه عن السنين قبل كده؟ هو احنا كل سنه بنركز تركيز كبير جدا على الثقافه والحضور والافق، ان تكون بنت عندها افق واسع، تكون يعني بنت يعني عندها معلومات عامه، بنت بتحب الخير، بتحب تقدم وتساعد، تقدر عندها بروجرام ممكن تقدم لبلدها حاجه، ممكن تقدم للوطن العربي حاجه، يعني ده اللي احنا بنحرص عليه دايما. يعني رحلات الترويجيه السنه دي هتكون فين؟ احنا عندنا بعد مصر في انطلاق مصر، وبعد مصر هيكون في ان شاء الله المغرب وتونس والجزائر، وفي لبنان، وفي الخليج، وفي السودان كمان اول مره، يعني هيبقى في تصفيات في السودان. فانا شايفه ان السنه دي ان شاء الله ده كله هيكون طبعا قبل الختام، ختام المهرجان اللي هو ان شاء الله هيكون في ديسمبر.